الجامعي بمدينة نجد، ومسؤولين مؤسسة الإعلام، ضيوف كرام، أهلاً أهلاً وسهلاً بكم معنا في هذا القاعة. اليوم خصص الطريقة الصحفي تصويت أضواء على النسخة الرابعة لمهرجان مدينة جفن. كان أعتقد على أن السيد مدير المهرجان ولا السيد منصف المهرجان يعني طرقوا جميع جوانب اللي كتهم النسخة الرابعة اللي طرقها مدينة جفن ابتداء من يوم 24 من هذا الشهر امتدادا على خمسة أيام سينتهي إن شاء الله المهرجان يوم 28. فأنا ما غنخش معكم في الأدلاج ولا في هذا بحيث أعطاكم ما فيه كفاية ويعني حاطوا بجميع الفقرات اللي غيعرفها هذا المهرجان. فقط نقول لكم على أنه الجسم الجامعي لمدينة تفلت هذه خمس سنوات باش فكر على أنه يعطي واحد الاهتمام للجانب الثقافي لمدينة تفلت واللي كانت من بين يعني متطلبات بين المطالب اللي كانت كتنادي بها كذلك الساكنه ديال مدينه تفلت على انه ما نغفلوش الجانب الثقافي ونبقاو يعني غير ما هو بنيه تحتيه. فكان الحقيقه انه الطلب كان في محله مجلس بجميع مكوناته ارتقى على انه يعني خلقوا هذا المهرجان. كانت في الاول يعني فكره بسيطه واللي اليوم هانتوما كتشاهدوا على انها تاخذ واحد اهميه سنه من بعد سنه ونسخه من بعد نسخه. فاذا اليوم هذه النسخه اختارنا واحد الشعار اللي هو مهم واللي هو يعني موضوع الساعه هو انه الثقافه في خدمه او في خدمه ورش الدولة الاجتماعية. وبطبيعة الحال هذا الورش هذا وراءه صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله هو اللي عطى التوجيهات ديالو للحكومة ديالو باش يمكن لها يعني تخدم على هذا الجانب الاجتماعي باش يمكن لها يعني تبلورو على أرض الواقع ويكون المواطن المغربي اللي في حاجة لهذا المساعدة وهذا الدعم هو المستفيد أول. لأن دائما صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يعني في السياسة ديالو تجاه الشعب ديالو الأهم هو أنه المواطن المغربي يكون كيعيش عيش كريم ومشرف. فإذا انسجاما مع التوجهات ارتأت إدارة ديال المهرجان بشراكة مع المجلس الجامعي مدينة تفلت أننا نختاروا هذا الشعار هذا. ومن خلال هذا الشعار حاولنا أننا نقيسوا فئات ما نبقاوش نقتصروا على كل ما هو موسيقي كل ما هو ترفيهي بل اكدنا كذلك على انه خصنا نبداو نفكروا فيما هو يعني عنده واحد البعد ثقافي اجتماعي اللي كيخلي على اننا كنعتني بواحد الفئه اللي يمكن خصنا نعطيها اكثر من الاهتمام. وهذا علاش جاء لسان حمادة على انه كاين هناك مسابقات كاين هناك يعني جوائز حاصلين على الدكتوراه. بالمناسبه كنعتقد على ان توصلنا باربع اطروحات وكنا مقررين على انه نتوجوا ثلاث ولكن بما ان هناك اربعه غادي نخليو هاد الاربعه كاملين انه كلهم يستاهلوا انهم يكونوا متواجدين استثناء هذه السنه بما انهم اللي وضعوا الترشيحات ديالهم. كاين من الجانب ديال الماء كاين جانب ديال السياحه هذا كل شيء تعرفوا ليه. انا اللي كيهمني في هذه الكلمه ديالي هو تعرفوا على ان المجلس الجامعي لمدينه تفلت واعي كل واعي على ان الثقافه عندها واحد الدور في اشعاع المدينه اللي كنسيروها احنا يعني اليوم على راس التدبير ديالها بالفضل ديال الساكنه ديال المدينه اللي وضعوا فينا الثقه. بغينا على اننا نكونوا في مستوى هذا الثقه اللي وضعت فينا الساكنه نكونوا عند حسن تطور كذلك هذه الساكنه تماشيا كنقولها وكنأكدها مع توجيهات صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره. فاذا المهرجان غني بالفقرات
غادي يعني بفنانين معروفين على الصعيد الوطني، فنانين كذلك ديال المدينة ما تنج يعني النسيان ديالهم، لأن كنعتقدوا وكنعتبروا على أن هذه مناسبة كذلك أنهم نعطيهم فرصة يمكن يزيدوا أنهم يتعرفوا على الصعيد الوطني رغم التشويش ديال بعض الأعداء الناجح إذا بغينا نسميو هكا، اللي دائما أي عمل كنقوموا به إلا أنهم كيبقوا على أنه يعني فاشل وعلى أنه سلبي. فاحنا مثل هذه الملاحظات ما كناخذوهاش بعين الاعتبار، يهمنا هو اننا نزيدوا الامام، نزيدوا بهذا المهرجان انه ياخذ واحد المكانه الصعيد الوطني اللي تكون كتشرف وكتشرف مدينه تلفلت. على لسان السي حمد على انه السنه المقبله ان شاء الله غادي نتوجهوا للسده العاليه صاحب الجلاله الملك نصره الله ونطلبوا الرعايه الساليه، لان كنعتقدوا اليوم على ان هذا المهرجان اصبح كذلك عنده واحد المكانه على الصعيد الوطني، ونتمناو على انه ينال الرضا ديال صاحب الجلاله، وبالرضا ديال صاحب الجلاله غيكون الرضا على مدينه تيفلت وعلى المنطقه ديال زمور على اقليم الويساد، باش يمكن لينا اننا هذا المهرجان سنه بعد سنه ان شاء الله يكون دائما فيه جديد، فيه تألق، وفيه خدمه الثقافه، وفيه خدمه من خلال خدمه الثقافه، خدمه المواطن التيفليتي اولا، مواطن الزبوري ثانيا، المواطن المغربي بصفه عامه، لان زوار من كل مناطق ديال المملكه ولاو اليوم كيتوافدوا على مدينه تلفت باش يحضروا معنا في يعني فقرات ديال التبريطات ديال السهرات. فالحمد لله انا كنتمنى كنمتنع ان هذا المشروع يكون عندنا كذلك نجاح كبير وحضور جماهيري كبير، ونتمنى على ان الامور كلها يعني تكون دوز الاجواء ديال المراح ديال المفرح. وهذه مناسبه كذلك بغينا من خلالها نوجه التشكرات ديالنا الى السلطات الاقليميه على راسهم سي العالي الاقليم صاحب الجلاله، قوات يعني امنيه من شرطه من يعني من دار من قوات مساعده من وقايه مدنيه اللي يعني متجندين معنا تجند كبير لانجاح التظاهره، واللي تكون خاليه من كل اي يعني تكون خالية من كل مشكل يقدر انه يشوش السير عادي ديال هذا المهرجان. فاذا هذا كان لابد ان نشير هذه المساله، لان تجنود كبير من طرف السلطات المحليه والاقليميه. فكنعتقد ان هذا الحضور كذلك الاكتاف ديال وسائل الاعلام اللي اليوم هو معنا، هذا دليل على انه الاهتمام ديال هذا المهرجان اصبح كيحتل يعني واحد المكانه عند وسائل الاعلام، ومن خلالكم ومن خلال التغطيه ديالكم لهذه الفقرات هي اللي كتعطي ايحاء لهذا المهرجان، وهي كتبين يعني انه يعني في اماكن اخرى من المملكه غاليه علينا، انه الناس ولات كتشوق على انه في مدينه تلفت تتبع هذا التدهور ديال هذا المهرجان الثقافي. وما نقول لكمش على انه اتصالات اللي كانوا عندنا يعني اللي توصلنا بها من خلال فنانه مختلفين من كذلك صربات جميع انحاء المملكه، ولكن بغض الله كنعرفوا على ان المحرك ما غايقلوش انه يستوعب اكثر من اللي يستوعب السهرات العموميه ما يمكنش عاود يمكن نعيطوا على جميع فنانه مبين كل سنه كنوروا الفقرات كنحاولوا كل منطقه منطقه تكون مشاركه معنا. فنتمناو التوفيق ان شاء الله لهذا المهرجان، والجامعه ديال المدينه بطبيعه الحال كشريك اساسي فهي وفرت جميع يعني الوسائل اللوجستيكيه والظروف الماديه باش يمكن نغطيو جميع المصاريف ديال هذا المهرجان. المصاريف اللي كنجبدها كنعرف على ان كيكونوا بعض التساؤلات وكتفرح بعض التساؤلات، الجامعة شحال خسرات، الجامعة شحال صرفات، كنعاود نأكد لكم مرة أخرى إلى ما أدتكم شوية نقولوها ألف، أنه الجامعة ما كتصرفش دائما هذا المهرجان الثقافي، كل هذا يعني الدعم اللي كيكون كله خارج ميزانية مدينة تلفلت، باش نكونوا يعني صراحة
وأنه الحمد لله قطاعات حكومية ومستشارين هما اللي كيمولوا المهرجان وبالعلاقة اللي ربطناها مع المسؤولين وبالإشعاع اللي ولا عنده بالهد يعني ما كان كلمات عندها المهرجان فما كاينش تلقاو صعوبات أنه الناس تستجب معنا باش يعطيونا الدعم اللازم باش نجحوا هذا التظاهر فمدينة تفلت إلا شريك باش يمكن أنه يتوسط هذه الجمعية باش يمكن أنها تنظم المهرجان بهذا المستوى هذا نختم بهذه الكلمة لأن كنعرف أنه غيكون تساؤلات هذا الجانب المادي فأنا كيفكم اللي كاين نتمناو على أنه تكونوا عاطلين عن جميع الفقرات ديال هذا المهرجان ونستمتعوا إن شاء الله بلوحات فنية وثقافية وترفيهية ورياضية ومن دابا نخبو عاود إن شاء الله النسخة الخامسة باش إن شاء الله عاود من أحسن إلى أحسن والفضل ديالكم والفضل التربية ديالكم أنا متيقن على أن هذا المهرجان غيكون ناجح إن شاء الله شكرا لكم. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.